ابو فاتن يا دياب، هتروح مني يا دياب، هتروح مني يا دياب. بس يا مرأة فجرية ما تطوحيش. انا زين يا دياب. دياب دياب يا اخوي، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. العيلة كلها كانت هتتقتل يا ولد ابوي. الحمد لله على سلامتك اخوي. تعال روحوا كلنا في شربة مية. ناجي حسان اخوي. تعال اخوي. يا في حياتك يا اخوي، تبقى قولناه ولدي مناح، اوعاك يكون صار شر. لا مناح بخير وطمن يا اخوي. مش يعني ان هو صمم يقتل خواجه عشان هو شايف انه لسه خطر علينا، بس احنا قتلناهم كلهم. من قتل دول؟ اوعاك يكون حد مننا. اللي اتصابوا والقتلوا كانوا من البندريه مش مننا احنا، بس احنا برضه نجدناهم عشان ما نشيلش همهم ولا ذنبهم. خير ما عملت. ربي يجيبك بالسلامة يا ولدي، ربنا يجيبك بالسلامة. طمن على مناع، مناع ده بمية راجل. ايه تعمل الرجولة وحدي في الصحراء تحت الشمس؟ بديت تفوتني برضك اخوي. انا فوت له في الصحراء امانة، قادر رب كريم يوصلها له وتنجده كمان. طمن اخوي. مش قادر يا مناع اخوي، مش قادر. مش قادر يا مناع اخوي، مش قادر. ربنا يستر، البوصله ضاعت وادينا بنلوش. لما الجمل اللي اسمه جمل تعب، امال انا اعمل ايه؟ عشطان يا مناع اخوي ومش قادر اخد نفسي. اصبر يا همام، نعدي المنطقه دي ان شاء الله هنلاقي حاجه نصطادها، ولا حتى نلاقي وكل للجمل. مش هنوصل يا مناع، قلبي حاسس ان احنا مش هنوصل. الجمل خلاص تعب وقرب يبرك وانا مش قادر. بص يا همام، شايف اللي انا شايفه؟ شايف ايه؟ انا مش شايف قدامي اي حاجه. في جمل بارك هناك. ها فين؟ الحمد لله. يلا ميه. يلا الحمد لله. الجمل ده بتاعنا، انا عارفه كويس. الجمل ده بتاعنا، نعرفه زين، هو يعرف الطريق. الفجرين. ها امسك نفسك يا صاحبي، امسك نفسك يا صاحبي. قادر يا بناع. وقوم. قادر. قوم يا صاحبي، ما تخافش. شرب لي ميه. مش ميه. اوعى تروح مني يا صاحبي. على مهلك يا صاحبي، على مهلك يا صاحبي. واكلها وكفاية. عايزك تبقى ناشف وتتمد. الله يروح مني يا همام. انا زين، انا زين يا مناع اخوي.
بس أمان عليك يا مناع، لما يسألوك في النجح قول لهم إن أنا اللي قتلت اللي قتل عمي، قول لهم إن أنا اللي قتلت الخواجة مناع. الله يعيك. خرج يا صاحبي، بس أنا عايزك تجمد تقوم أجدو عشان تقول لهم إنك خدت الطار عنك. أيوة إن شاء الله نريح الجمال شوية ونرتاح ونعاود على النجح. قبل العشاء نقوم وصفا. ما تنساش اخوي انا اللي خدت الطار عمي. تعال تعال فضل، انا اللي خدت الطار عمي مناع. الله، ايه السلسله الجميله دي؟ انا عايزه واحده زيها. جايباها منين؟ عجبك شكلها؟ شكلها بيلمع كانها الماس حقيقي. ما هي الماس حقيقي يا هبي. مناع جرى فتحتي امبارح. اخت عليكي كده برضو ما تقولي ليش. هي دي برضو الصحوبية؟ معلش كانت حاجة عالضيق، ان شاء الله ملحوقة في الفرح. يبقى لازم اروح اوزع نشرة الاخبار واوزع النميمة. نور خطيبك وصل. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ انت مش قلت اني مسافر النهارده؟ جايلك في زيارة مفاجأة، تقدري تعتبريها زيارة عمل، ولو ما فاضياش اروح لحد تاني. لا فاضي. طيب يا ريت تحصلي لي الشيك ده في اسرع وقت وتدخليه في حسابي. طب ممكن تلف وتجابني؟ مالك يا منى؟ وايه المبلغ الكبير ده؟ اصلي مشارك جماعة اصحابي على مزرعة وحتة ارض 200 فدان، والفلوس دي كنت دفعتها تمن ادوات زراعية ومجررات يعني للارض دي. يعني عندك مزرعة مواشي وعزبة 200 فدان؟ وعندي شركة كمان، وكل حاجة هتعرفيها في وقتها. بس اي حاجة هتعرفيها عني هتفضل سر، مفيش اي مخلوق يعرفها حتى لو كان ابوك وامك. ساعات بخاف منك. ليه بتقولك دي؟ لان الاسرار الكتير معناها ان في حاجه مش مظبوط ولازم تتدارى. مناع لو في حاجه غلط قول لي عليها وانا اعفيك من اي وعود. هو كون امتلك مزرعه وحته ارض يبقى في حاجه غلط؟ اقول لك يا نورهان، خلي العلاقه بينا تبقى علاقه عميل بموظفه احسن، ويا ريت تخلص عشان ما تعطل. انت زعلان كده ليه؟ لان اللي هتشك في عريسها في الاول عمرها ما تقدر تعمر له بيت. فهمت ليه يا نورهان؟ ويا ريت تخلصي او الشيك عندك. وانا بقى هينفع اخد الخلاجات دي ولا لا؟ بس ما دام جايه على اسمي يبقى اخدها معايا. جهزت نفسك للسفر يا نسمه؟ انا خدت الخلاجات الجديده معايا، بس مش عارفه اذا كان هينفع البس هناك ولا لا. وايه اللي يقل نفعهم؟ ما هدوم زينه وحشمه. طب تحب تاكل الاول ولا نمشي على طول؟ اي حاجه. وابقي طلعي شنطتي. مالك يا مناع؟ فيك حاجه يا اخوي؟ يحرق ابو المخدرات اللي جرتها خلتني خاف من خيالي واشك في اقرب الناس ليا. فيك ايه يا مناع؟ وجعت قلبي. انا قررت ما اتجوزش من هنا. خلاص تبقى بنت عمك مغاوري اولى بيك من الغريبه. لا بنت عمي ولا اي واحده من نجع من اساسه. هيكون في دماغها ايه يعني غير الوكل والشرب والعيال؟ ده عيشه تخنق. واه عليك يا مناع، عايز تعيش كده وحدانيه طول عمرك؟ الظاهر ان ده قدر يا بنت ابوي. ايوه اعرفك، صاحبه نورهان في البنك. ايه اللي حصل؟ أنا جاي على طول، جاي على طول. فين؟ رايح فين ده؟ نورهان فين؟ وإيه اللي حصل لها؟ أنا اللي بسألك، قلت لها هي خليتها تنهار بالشكل ده. بعد ما مشيت ساهمت وكأنها مش شايفانا، وبعد كده وقعت من طلب. أكيد قلت لها حاجة، قولي إيه اللي حصل؟ طب هي فين دلوقتي؟ جوا عند الدكتور. ممنوع يا أستاذ. بعد الطريق دلوقتي. مجنون ده ولا إيه؟ نورهان. ايوه يا استاذ.
سامحيني معلش. صعيدي كنت جالسه قوي معايا، مع اني في نصك صعيديه، بس ايه الحنيه دي كلها؟ اوحدك اي حاجه تقولها لي هتبقى سر بيني وبينك. صدقتي؟ مفيش سر ولا حاجه. مش عايزك تبكي طول ما انا عايش على وش الدنيا. تحبيني؟ اظن كده بقيتي كويسه وتقدري تروحي، ولا تحب احجزك يومين كمان؟ موافق لو هتحجز وياها. هتفوتي عليا انت، انا عارف. انا كمان بحب الجو. عايز بتقعدي على اللابتوب هتكسريه. يعني ايه؟ ده كمبيوتر بتاعي عليه شغلي كله. واه شغلك في الشنطه دي؟ ما تشغليش بالك، المهم احنا هنطلع من هنا على جنة ونعدي على شركه الالات الزراعيه نطمن راحوا الارض الجديده ولا لا. اديني كنت معاك اهو، وديني مطرح ما انت عايز اهو كده اريح. لا قول لي يا منى، ايه اللي نزلك ملهوف دي؟ مشكله حصلت لي كانت ممكن تخربط لي مستقبلي كله، بس الحمد لله لحقتها في الوقت المناسب. الحمد لله. احنا هنوصل في الليل ولا قبل الشمس ما تطلع؟ انا خايفه حد يشوفه. لما نوصل هناك يبقى يحل هربنا. خدي الكنسايه دي تسلي بيها في الطريق، وانا هشغل لك احلى اغاني نجوم اف ام. لو عايزه تنامي نامي. فهمتك، قصدك اسكت هاسكت خالص اهو، بس افتح لي البتاعة دي. السفر الطويل محتاج هدوء وتركيز، وانا ما اخبيش عليكي عندي شوية مشاكل في الشغل عايز افكر فيها بهدوء واحاول الاقي لها حل في سكتي. فكر براحتك يا اخوي، اقول لك انا هريح الدكة اللي ورا دي. هتروح فين؟ استني. ايه؟ هتلاقي مصطبة ولا ايه؟ اعمل ايه؟ انا حاركن على جنب وانت انزلي اركبي من الباب الوراني. طيب. نفسي اعمل لك عمليه نقل مخ تربيت دماغك. يعني ايه تتجوزوا على طول؟ انت لعبتوا تعرفوا بعض؟ ولا انت كنت عارفاه وبتمثلي عليه انك اول مره تشوفيه؟ انا يا ابوي انا اعمل كده؟ معقول الكلام اللي بتقوله ده يا توفيق؟ ما هي حاجة تجنن، البت اتقلب حالها من ساعة ما عرفته. صح يا توفيق، وده دليل عنها ما كانتش تعرفه، وإلا كان حالها انقلب من زمان. إيه اللي جرى لها؟ مدلوجة عليه وهيمانة وحاجة. جرايه يا توفيق، البنت بتحبه وفرحانة بيه، مش أكتر من كده، بلاش تفكيرك أنت يروح لبعيد. ده أول حب بيشغل كيان البنت دايماً. في يومين يا علية؟ يوه، شافت فيه مستقبلها. أنت أمرك عجيب أنت كمان. انت مش كنت اكتر واحده معترضه عليه دلوقتي بتدافع عنه؟ يوه يا توفيق، انا بدافع عن بنتي، مش عايز اكسر قلبها. البنت بتحبه ومش ممكن هتحس بالسعاده الا معاه، يبقى مفيش قدامنا حيله غير ان احنا نتجوزهم لبعض وندعي لهم بالسعاده. غلبتيني يا علي، الظاهر ان كنت متهور شويه وقاسي على البنت. لولا ان انا عارفاك كنت قلت انك غيران عليها، بس انت اعقل من كده يا توفيق، خليها بقى تشوف مستقبلها. Thank you.
ما خلفتش العيون الجميلة دي عشان أخليها تبكي. إزاي يا بابا؟ إزاي تظن الظن ده فيا؟ ده أنا على يدك بخرج معاك وباجي معاك. خلاص انسى اللي حصل. وعموما يا ستي أنا موافق على الجواز، بس على شرط يعمل لك فرح ما حصلش في سهاج كلها. ما هو أكيد هيعمل كده، بس مش كل حاجة عليه، إحنا لازم نعمل حاجة. لا كل حاجة عليه، كفاية إن إحنا هنديه جوهرة ألماصة مفيش زيها في الدنيا كلها. أنا مفهمش في الكلام ده، لما بقى يجي بالسلامة من جنة تبقوا تتفقوا. وهو رايح جنة ليه؟ هيشتري مواشي زي السودان؟ هو ما بيحبش حد يعرف حاجة عن شغله، لكن أنا هقول لك اللي سمح إني أقوله. هو اشترى معدات زراعية بملايين، كان جاي النهاردة البنك يغطي الشيك لحساب شركة المعدات الزراعية. ويشتري معدات زراعية بملايين ليه؟ لأنه شارك جماعة أصحابه في شراء مزرعة 100 فدان في قنا، وطلب مني ما أجيبش سيرة لحد، بيخاف من الحسد. لكن أنا حبيت أقول لك عشان تطمن إنه ابن حلال ومكافح، بس وعدني إنك ما تجيبش سيرة لحد ولا حتى الماما. دي حاجة تفرح وتخليني أحترمه قوي، بس أنا مش عارف إيه الداعي للسرية اللي فرضها على نفسه وعليك دي، زي ما يكون بيعمل حاجة وحشة. يا بوي لازم تعذره، ده عاش طول عمره وحداني وسره دايما بينه وبين نفسه. عقلك كبير يا بنتي، ومادام انت فاهماه انا اوعدك مش هتدخل في حياتكم، ومش هحاول انا وامك نعرف اسراركم، لكن انت لازم توعديني تقولي لي اذا حسيت باي حاجه مش مظبوط. اوعدك. طيب اتصلي بيه قولي له مستنيه لما يرجع. هو طلب مني ما اتصلش بيه الا لما هو يتصل الاول. غريبه، انتوا احرار بعضيكم. يلا البسي هدومك وحصليني نتغدى سوا. ربنا يخليك ليا يا ابوي. ويخليك ليا يا بنتي. لله انا عايز تسمع كلام ولدك مناع. عايز تقول ايه يا مغاوري؟ الارض دي حتاكل الرجاله، مش هتديهم قد ما هتاخد منهم. بقالنا شهور بنشتغل والشتلات دي مش عايزه تكبر عن كده. مناع ولدي مش عبيط، ده باش مهندس وعارف هو بيعمل ايه. يا قلة العقل يا مغاوري، ربنا ادانا عقل نفكر بيه. البير اللي هنيه ما يكفيش، المايه اللي بنسحبها منه بنسحبها بطلوع الروح. نفحته بير تاني ونغوطه. هي مش حكايه ميه بس يا عمي، الفكره دي سابقه لاوانها، وعقبال ما نلاقي حل للارض هنكون متنا من الجوع. طوعنا يا كبير، طوعنا يا كبير ناسك. بقول لك ايه يا كبير، كفايه لحد كده النهارده، الرجاله نفسها اتقطع، يلا بينا نروح على بيوتنا. قلنا للرجاله ارتاحوا على ما تيجي العربيات تاخدهم، زار العمليه وعره قوي. ارتاحوا يا رجاله. اهدي. مناع ولدي. يلا شهيد مع الرجال. الحمد لله على السلامة يا ولدي. ازيك يا عم غوري؟ الله يسلمك على الناجي. عاملين ايه؟ الحمد لله يا ولدي. احنا بخير. لكن ايه الحاجات اللي انت جايبها دي كلها؟ وفي حاجات تانية كتير. سارة يا ولدي الفلوس دي تترمي في أرض خراب مش هتجيب همها. ليه بتقول كده يا عم غوري بس؟ رجالة نفسهم اتقطع من الصبح وهم بيساووا في الأرض ومفيش فايدة. من اللي قال لهم يعملوا كده؟ الجرارات دي تساوي الأرض في ساعة وتنحرط وتتزرع في أسبوعين ثلاثة بالكتير. لا إله إلا الله. طب لما الجرارات تشتغل الرجالة هتشتغل فيها مناع؟ أنا اتفقت مع مهندس صاحبي يعني هيجي عسكري هنا وهيعلم الرجالة واحدة واحدة. الأرض دي مش هتدي، الأرض دي مالحة ومطبلة. يا عمي خد نيبك صبر الله يرضى عليك، كل حاجة وليها دواء، وأنا جيبت اسماد عضوي هيحل مشاكل الأرض دي في شهر. أه مغاوري، أه قلت لك ولدي مناع عارف هو بيعمل إيه. بوي. أيوه يا ولدي. عايز أقول لك حاجة، يعني بنت نسمة معايا في العربية هي ما طلقتش تبعد بعيد عنكم. طب اكتم يا ولدي،
النجع كله عارف انها ماتت. بقول لك ايه، خذها على البيت من غير ما حد يشوفكم. هي يلا يا ولدي، عبال ملك من الرجال. زين الفكره بس ابوي، يعني انا كنت عايز عم ناجي بعد اذنك يا كبير. خلاص يا ولدي يلا. عم ناجي يا ولدي، عايزك في موضوعك ده ملولو. جري مغاوري، هو انت كده خالف تعرف؟ يلا اطلعوا برا وقفوا على الباب. هميات او كيف ما انت شايف يا مناع يا ولدي، الحشيش في الحفظ والصون وعليه حراسه كمان. الليله فرح حمام مش كده؟ هي الليله، لكن انت بتفكر في ايه؟ اسمعني زين يا عمي، انا بعت الحشيش خلاص لتجار من مصر وقبضت العربون والتسليم الليله. يستحيل، مش هنلحق نوصله. ما تخافش، تسليم قريب هنا عند فيعة البحر، التجار هيحملوه في صنادل وسط البلح. طب خلي بالك من تجار مصر يا ولدي، دول غدارين، لازم تأمن غدرهم. تشغلش بالك بالحاجات دي، انا بس لي عندك طلب واحد. خد التليفون دي. ايوه خليه معاك. طيب او تاخد البضاعه على الجمال وتمشي وسط النخل. طيب اول ما يجينك مست مني اشاره، يعني اشاره. أيوه. التليفون ده هينور وينطفي. اول ما يجيلك اشاره مني على التليفون ده اتحمل البضاعه على المركب، تاخد الرجاله والجمال وتعاود من مطرح ما جيت من غير ما حد يحس بيك. حاضر يا ولدي، بس تفتكر يعني احنا كده هنبقوا في امان؟ تخافش، انا مناع لحقيقتي برضك. اما نسمه يا ضنايا، يا بنتي يا ضنايا، يا حبيبتي يا بنتي، توحشتك قوي يا نسمه. توحشتك والله العظيم يا امي. يا نور عيون امك من جوه. الله يخليك. وخالتك عديله ما توحشتكيش على قلبي. قلبي وحشتوني. ربنا يخليكم ليا يا رب، وما يحرمني منكم ابدا. ولا يحرمنا منك انت يا نسمتنا. الله يخليك. الا قولي لي يا بنت، انت ما عمرتيش عند اخوكي مناع ليه؟ كانك كده شفت حاجه عفشه ما ندتش عليك. عفشت ايه؟ ده كاني كنت عايشه في الجنه. بس تقولي ايه؟ الجنه من غير ناس ما تنداس فجريه. ليه؟ هي سوهاج ما فيهاش ناس؟ دي مالنا ناس وعربيات رايحه وجايه ليل نهار قدام بيت اخوي. وانت كنتي بتروحي وتاجي وسطيهم؟ لا، كنت ببص عليهم من البلكونه من فوق واستنى لما مناع اخويا يعاود اعمل له لقمه ويدخل ينام، وكل يوم على ده الحال. يو ده ايه العشره تقصر العمر دي؟ يا عيني عليك يا ولدي، اتاريه كبر قبل اوانه. يا خوفي لو فاطمه بنت مغاوري هي اللي ما ترضاش بيه. بلاهم، خليها قاعده هناك جربوها. قومي قومي يا بنت يا نسمه، نعمل طاجن حمام بالفريك عشان اخوك يتجود بيه. يلا قومي. والله نورت بيتك يا نسمه. فضل يا باشمهندس عقود الجرارات والمواتير ومكنه الشفط الكبيره هتركب ميتة بكره باذن الله. لما تخلصوا حرت هتكون المايه بتجري زي الرهوان. شاكرين، توكل انت على الله. سلام يا باشمهندس. والله ولا في الاحلام الكلام ده كان يخطر على بال حد فينا. فلوسنا يا ابوي حلالنا، تعبي وشقايا وشغل في السوق. اسمعني يا ولدي، انا وانت وحدينا ومعانا ربنا. قول الحق، جبت الفلوس دي منين؟ تعرف انا قتلت الخواجه بني ليه؟ كده انا عرفت، كان بيقول الحق لدياب. صح، انا كنت بعمل كل حاجه، يبقى حرام البندليه ياخدوا زيهم زينا. انا كنت باخد نصيبي من كل زرعه وابيعها لتجار في مصر، وكانوا بيدوني قد اللي كان بيدوهوني الخواجه بني مرتين ونص. كفايه كده، انا فهمت كل حاجه ومش راضي عن خيانتك دي يا ولدي. خيانتي للبندريه؟ طب ادينا هملنا لهم زراعه المخدرات، خلوهم يورونا هيعملوا ايه. وانا اتحدى اي نفر فيهم يطلع النص اللي كان بياخده مني. وخيانتك لابوك هتسميها ايه؟ انا وانت واحد يا ابوي، والعيله كلها امانه في رقبتي، واديك شايف النتيجه. اللي بيكسبه بصرفه على العيله وليكم. كله اسمك، وانت قلت كده قبل سابق. وهي ينفع برضه تبقى باسم حد تاني؟ لكن الخير هيعم على الجميع، وانا هملك الذره توزعه بالطريقه اللي شايف فيها العدل. تبقى فين الخيانه دي يا ابوي؟ وقاعد معاك فلوس كتير؟ انا بصرف دلوقتي من تمن الحشيش المتخزن ومش هيكفي. على فكره الليله هسلمه واقبض بقية الفلوس، يا دوبك تغطي بقية مصاريف الأرض لحد ما تطرح.
وتبقى غارت فلوس المخدرات بشراء الأرض وتجهيزها وكله تحت يدك والعقود كمان. اعمل ما بدالك يا كبير. هتحتاج كم نفر معك في التسليم؟ دول تجار اتعاملت معهم قبل سابق ما تخافش. وعموما انا كلمت عم ناجي هو هيتصرف كالعاده. ربنا يوفقك يا ولدي. انا هستنى شويه لان تسليم البضاعه بعد العشاء وبعديها هطلع على سوهاج طوالي. كان ودي تعود بسرعه يا ولدي. عايزين نخلص من حكايه جوازك من بنت عمك مغاوري فاطمه. ما بلاش منها الجوازه دي يا ابوي. شر يا ولدي. تناسي انها مرهونه باسمك من زمان. ما انت رهنتها من غير ما تشرني. هتكسر كلام ابوك يا مناع. معاش ولا كان اللي يكسر كلامك يا ابوي. انا هتوكل على الله وربنا يعمل الصالح واللي يرضيك. بالاذن يا ابوي. مع السلامة يا ولدي. مع السلامة. تعال شوف قطك زي انت قالك بقت زي قط العرسان. ايه ده يا امي؟ نفافيخ وزينة؟ عيل صغير اياك تضحكوا عليه. ده انا شيعت جبتهولك من المركز مخصوص. كتر خيرك يا امي. كتر خيرك. يما انا مش مبسوط من الجوازه دي. الجواز يا ولد زي القدر مكتوب علينا من الازل. يعني لو جميله مكتوبه لك يبقى مش هتخش الا على جميله. والقبول. القبول يما اعمل ايه؟ مش قابلها مش طايقها. كل ما افكر ان انا هعيش معاها العمر كله اتخنق. احس اني ركبني 100 عفريت. انت لسه في دماغك بالتحسان يا ولدي. انساها نصيحه. انساها. الجواز حاجه والعيش حاجه تانيه خالص. وما دام وافقت خليك راجل وما تكسفش ابوك وعيلتك. حاضر يا امه. حاضر. بس احب على قدك شيل الزينه اللي انت عاملاها دي والنفافيخ. ادعي لي. ادعي لي يما. انا هقوم اسبح واتجهز على معم دياب يخلص كتيبه الحراسه اللي عاملها دي. ربنا يسعدك ويهنيك دنيا واخره يا ولدي. كله تمام؟ خلاص يا سناجي اجمال اتحملت وتربضت. يبغوا تروحوا بالطريق الوراني وتلفوا نواحي وادي النخل وانا هقابلكم هناك. ده البندريه هيتجننوا لما يعرفوا ان احنا بعنا وهم لا. ملناش صالح بالبندريه. خليهم غرقانين في فرحهم ومش دريانين احنا بنعمل ايه. يلا توكلوا على الله يا رجاله. يلا رجاله توكلوا بينا على الله. يلا رجاله. يلا هميات. يلا يلا يلا, يلا, يلا طهوة. الله 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 الله. يلا محدش فيكم يعمل دوشة. يلا امشي وراه.
مبروك يا ريس بن داري. الله يبارك فيك. ألف مليون مبروك يا عريس. الله يبارك فيكم يا كبارات العبايدة. مبروك يا داب. نقوطك يا عريس. امسك ما تختشيش. هيختشي من عمه. مش مهم الليلة يختشي من عمه. المهم انه ما يختشيش من بنت عمه. انا راجل ولد راجل. وعيني تدب فيها مليون رصاصة. بعد الشر عليك يا عريس. الدنيا احلى سلام. الرئيس بن داري. الرئيس بن داري. كبير النجم. كبير النجم. وولده. وولده. همام. همام. اللي هو. اللي هو. العريس. العريس. اديني سلام صعيدي شحط مح. شحط مح. سامح دي برضو بنتك يا ابو مناع. المسامح كريم يا واد عمي. احب على يد احب على يد. سامحني انا عارفه اني غلطانه بس يمين بالله يمين بالله ما في حد مس شرفك. عارف يا بنتي عارف بس النصيبة ان فضحتك بقت في النادي كله واي عريس هيجيلك هيعيروه انك فضلة همام بزور وغلوتك عندي بزور والله العظيم ثلاثة بزور منها لله بقى هي هي اللي شنعت عليكي وقالت بدل الكلمة عشرة عشرة بس قولي ألف ولساها بتنبط بالكلام طب وديني لقطة على لساني حملوني دلوقتي حملوني خلوا زرزور يعمل لي كوبايه شاي يلا 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 اجروا اجروا تعبتي ربنا يسترك دنيا واخره حلو قوي الواحد عايز يقدش العظم شفت الارنب بتاعي احلى من كل ذبايح فرح حمام من ناحية أطعم فهو أطعم بس يا خسارة الواحد عايز ياكل أرنبين ثلاثة عشان يشبع ده أرنب جبلي قد الجد ما مكفيكش تعال كل دراعي بطني لسه فاضية ما تيجي معايا الفرح نجيب حتتين لحمة جملي وخالف أوامر سيدي حسان لا اهدي مين اللي ماشي يتسحب هناك ايه ده باين عليه قاصد حد تعال تعال نمسكه نشوف الاول رايح فين وقاصد مين
وراح لفين؟ سيبه. طبعا نطلع وراه ازاي؟ نطلع له من الناحية التانية. يلا خدني معاك. انت مين انت؟ انت لابس عباية سندانية؟ سنداري اخويا العار. اسكتوا كلكم، ما عايز اسمع صوت. قسم بالله العظيم لو ولد جرى له حاجه السبس ما تطلعش عليه يتحسن كلها. سامعين؟ ضرب النار من هنا، خليكم واقفين. ايه ده؟ زرزور سيدي يا فين؟ مالك؟ عرب عرب مين هذا؟ اتكلم، شفته يا عرب؟ سي سناري اخو عبادي هو اللي ضرب على النار وقفلني، وكان متخفف عباية سناجة. هموس عرر. عرر عرر اخوي اخوي اخوي. يا سن
بقول لك كله شبه بعضه، كله شبه بعضه، يعني الواحد ما يعرفش الاصل من التجليد ولا الحقيقه من الغش. يعني ما عرفتش حاجه عن اصل الولد؟ اصله كلام من غير اثبات، لانه ملوش اثبات، يعني ممكن يطلع حقيقه وممكن يطلع غش. والشرطه بجلاله قدرها ما عرفتش حاجه عن اصله ليه؟ طلع شيطاني؟ اهو مناع ده بالذات اول اصله بالنسبه للحكومه والاوراق الرسميه، ابوه جلعه من جذوره عشان ما يورثش الطرف عيلته، زرعه في المدينة من أول ما اتولد، عشان كده الواد ما يعرفش عن أصله اللي حكاه. أعوذ بالله؟ يعني ابن حرام؟ لا طبعًا، ابن حلال. وهو لو ابن حرام كان أبوه يورث وملايين يحطها له وديعة في البنك، لو ابن حرام كانوا أهله استخسروا فيه الحياة. طب وإحنا إيه اللي رمانا الرمية السودا دي يا توفيق؟ ليه؟ من قلة العرسان ولاد الأصول؟ دي بنتك لسه الشهر اللي فات رافضه عريسين لا عارفين اصلهم وفصلهم، ايه اللي رمينا الرمي السودا دي؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ بذمتك ده مش مجنون رسمي فهمي نظمي او فارس عايز يخطف حبيبته بالجوه وياخدها على حصان الابيض؟ والله ما هتضيعك غير الاوهام اللي انت عايشه فيها دي، سيبيني يا اختي اشوف شغلي. الو، ازيك يا باشمهندس؟ لسه برضك اسم الباشمهندس؟ ممكن اشوفك؟ عايزه اتكلم معاك شويه لو سمحت. تشوفيني فين؟ في اي حته زي ما تحب. لو انت فاكره نفسك في باريس ولا لندن؟ لا، في سوهاج، في مكان جديد فتح على النيل للناس اللي عايزه تتعرف على بعض في النور، مش اللي بتهجموا على بيوت الناس في انصاص الليالي. نقول لك ايه، ما تعمليش نفسك زعلانه، انا لمحت امبارح عيونك مبسوطين. انا خلاص بقيت افهمهم واعرف منهم كل حاجه ومش هخاف من كلامك تاني. انا بخلص شغل الساعه 4 4 ونص. كويس 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 يا ست اللواء. مع السلامه. مع السلامه يا مرحبا. أنا وحيدة أبوي وأمي، يعني المفروض أطلع بنت دلوعة كل طلباتها مجابة. أنا فعلا كل طلباتي مجابة من وأنا صغيرة، لكن أوجات خوف أبوي علي كان يخليه يعاملني كأني ولد، وأنا كمان إحساسي إن أنا عاوز أعوض أبوي وأمي عن الولد اللي هما ما جابوهوش خلاني أحس الاتنين، الولد والبنت، عشان كده تربيت أعتمد على نفسي وأبقى شخصية مستقلة. شخصية مستقلة كيف يعني؟ ترشح نفسك المجلس القومي للمرأة؟ لا يعني أحب أصرف على نفسي، أجيب احتياجاتي الخاصة، لدرجة أني فكرت أجيب شقة بالقسط تبع البنك. وتجهزيها وتفرشيها على كيفك وتعيش فيها. أنت فاكر نفسك في سان فرانسيسكو؟ أنت بيت وعايشة في الصعيد. صدق يا مناع، لو قلت لك أني عمري ما حلمت زي أي بنت برجل يجيلها في المنام وياخدها على حصانه، عشان كده ربنا عوضني وجابه في الحقيقة. ده اللي خلاني أجي عشان أجابلك بعد ما جيت امبارح بالليل زي المجنون عشان تطلبني. يا رب ما تكون اتضايقت من طريقتي، أنا عارفة إن أنا برغي من الصبح. أنا من جهة اتضايقت اتضايقت. معقول؟ من إيه؟ اتضايقت لأني ما عرفتكيش من زمان، وبعدين جيت أهو، جيت لأني متعود أمشي ورا إحساسي للنهاية. تعرف يا نورهان، أنا مش مجنون يعني زي ما أنت قلتي، أنا عندي ثلاث أرباع ضارب لكن عندي برضك ربع سليم، وهو ده اللي جاي يعرفك بيه. أنا طول عمري عايش وحدي، وعمري ما كنت متصور يعني إن أقبل فكرة إن في حد هيكمل معايا بقية عمري، لحد ما شفتك. وإيه اللي حصل؟ اللي حصل في إيه؟ إيه اللي حصل لما شفتني؟ لما شفتك حسيت إن عيل صغير عايز يترمى في حضن أمه، يغرف فيه من كل الحاجات اللي بيخاف منها. وخايف من ايه من الناس؟ خايف منتخب مصر يغلب من استراليون تبقى فضيحة. كذاب الراجل اللي يقولك ما يخافش من حاجة. أنا بخاف من حاجات كتير. الغريبة إني مش خايف وأنا بقولك إني بخاف. ده أحلى وأشجع كلام سمعته في حياتي.
شوفي ام جميلة، سعدون جوزك الله يرحمه واد عمي غلاوته عندي من غلاوة دياب اخوي، والعيار اللي صابه عند ابوي كان ممكن يصيبنا انا. مقدر ومكتوب. مش معنى انا بعدك بالجواز ان انا مش حزنان عليه، لا والله العظيم لا، انا الحزن في قلبي هيفضل معاي طول عمري، لكن المصلحة مصلحة العيلة ومصلحتنا نتمم الجوازة دي. الله يرحم كان نفسه يجوزها همام. من جوزهم حيرتاح ويفرح في تربته، وبعدين بيتي وبيتكم حق واحد، تخش وتطلع وقت ما انتوا عايزين، وفي نفس الوقت محدش عادي يقول الكلام العفش ده عن ولدي همام والنسمة اللي ما جس عليها الا الرحمة دلك. رحمة؟ رحمة ايه يا امه؟ نسمة ماتت؟ عمها ناجي ذبحها الفجر وغسل عارة، ناس كتير شافوها خدها على الجبل وعاود بعد ما قتلها ودفنها. بس ما اتقتلت؟ ليه؟ ليه يا بوي؟ نسمة شريفة، نسمة عفيفة، ليه يا بوي؟ قتلوها ليه؟ من الناس صالح يا ولدي، من الناس صالح؟ من الناس صالح كيف يا بوي؟ من الناس صالح كيف؟ همام همام ده مجهور على موتها، امال هتجوزني ليه؟ وبعدين معاك يا عروسه، هو حزنان عشان نسمه ماتت ظلم. طب وكلام الناس يا ابو همام؟ انت عارفه هم متربيين مع بعضهم وهم صغيرين، مش بيحبها ويعشقها وكلام الماسخ ده. عملت ده يا همام؟ اتحمل ابوك بيتحدد وتمشي؟ ايه الجبروت ده يا عمي؟ احكي له عليه، رحت لهم وقلت لهم انها شريفه، وقلت لهم اني كنت بتحدد بعد كيف اختي. ليه؟ ليه يا عمي؟ اقتلوها ليه؟ وهو بيحب جميل وعايز يتجوز جميل. انت بتعمنا من لحمنا ودمنا. فوتكم منها، انا عارفه هعجل بنتي كيف. المهم دلوقتي يا كبير، بنتي هتتجوز همام وتعيش معاه فين؟ فين يعني؟ في بيت واد عم سعدون الله يرحمه. البيت كبير وواسع وسعكم كلكم، ويبقى كبيركم وراجلكم. لا، انا احب اكون حره في بيتي، لا احب اضايق حد ولا حد يضايق علي. واخد بالك يا ابو همام، رايده بنتها هتعيش هنا كان البيت ناقص حريم. الواد اولى ببيت ابوه، احنا تربينا على كده. وبيتكم يا ام جميله يقعد كده من غير راجل؟ هيقعد بيتي مفتوح لبنتي وهمام، يزوروني وقت ما يحبوا ويطمنوا علي. وحسك في الدنيا يا ابو همام. خلاص يا ام جميله، جهزي بنتك الخميس الجاي وحنزفها وندخلها اهنه مع همام في قطه. ربنا يتمم بخير، فوتكم بعافية. يلا جميلة. عافيك يا اختي. سلام يا سلام يا عروس. يلا يا جميلة. سلام يا مرات ولدي. هتقولي الشاي برا في الهوا الا انا اتخنق. شفت المرة ام عين غليظة؟ قال عايزة بنتها تعيش هنا. طب ده بيت سعدونا وسع من بيتنا، بتوسع لنفسها طريق، تلقيها عايزه تتجوز بعد العده. وده مين اللي يرضى يتجوز المره الناشفه دي؟ اللي طمعان في بيته ورث سعدون. ماشي يا مو جميل، بس تفوت الجوازه دي وانا اللي حميل بختك وقف لك. سامحيني يا نسمه، سامحيني يا حبيبتي، انا جمال ما استحقش حبك ولا استحق انك تموتي بسببي. سامحيني يا ضي عيوني، سامحي يا قمر ليلي الاسود، يلي من بعدك احشوف غير السواد. سامحيني
سامحيني يا حب عمري كله. تعال يا بن داري، تعال يا ولد ابوي نشرب ونتسلطنوا، فوتك من الافيون اللي هيهد حيلك ده. الافيون ده مزاج وعلاج، الحشيش ما بيظبطليش دماغي. الحشيشه دي زينه وهتعدل دماغك، ولو دماغك ما تزبطتش ابقى خدلك سنه افيون، واحنا يعني هنشتروه؟ ما هذا موجود وده موجود والخير كتير والحمد لله. ما قلت ليش يعني اجاب هنصفه ونصبه في الحشيش كيف؟ الرجاله عايزين حقهم عرقهم. رجاله بيقولوا يا كبير ادونا حقنا حشيش ونبيعه. حقنا حشيش ونبيعه؟ دول كدابين. النفر منهم لو صادف ونزل البندر بيمشي يتلفت حواليه خايف الحكومه تعكشه، فاكرينه ما ينزلوا البندر يسرحوا بالحشيش ليه؟ فاكرين ملوح حياك. يا كبير الزاد ما دخلش بيتهم ليهم اسابيع. دبرنا جاب والعمل يا اخوي. انا اتفقت مع واحد من العرب اللي بيمروا علينا، قال لي ان هو في طريقه بيعدي على عيله السمان وهم اغلبهم تجار مخدرات، اديت عينه يوريها ليهم. عيله السمان بتاع الصمته ولا بدار السيوب؟ معرفش، هو قال لي هيعاود بعد اسبوع ولا عشر ايام ويرد علي. طب عرفتش عيله حسان عملت ايه في نصيبها؟ ايه بعته يعني وبكام؟ وهم دول هيغلبوا؟ ما مناع عارف كل تجار المخدرات اللي في مصر وبيتفق معاهم. امال هم الخواجات كان عايزين يحطوني مطرح عليه، ما هم كانوا خايفين منه. يا خساره، كان نفسي ولد همام يبقى زي مناع زكاوته. انا فت وصاحبه سنين طويله عشان يبقى زيه، لكن صاحبه عشان يعشق اخته. ما تشغلش بالك بهمام يا اخوي، ديت هيتجوز وانا هستلمه واخليه راجل وهموت قلبه الرهيف ده. عايز قلبه حجر صوال. وغلاوتك عندي يا ولد ابوي اللي خليه يحط ولده الصغير تحت رجليه ويفعصه من غير ما يحن. الايام اللي جايه عايزه رجاله بقلب حديد. لازم نسبته لعيله حسان ان احنا نقدر نزرع الحشيش ونبيعوه من غير ما نحتاجوا له. تصدقت لهم هيبطلوا صحيح؟ اللي يدوب مكسب الحشيش ما يقدرش يفوت ابدا، انت عارف كل حاجه. حتى لو بطلوا يا اخوي، حتى لو بطلوا خليهم يستغنوا، احنا مش هنبطلوا ونبقوا احنا الغناي وهم الشحاتين الفقراء وندوسوا عليهم برجلينا. المهم الاول جوازة همام التم. يكون في معلوم الجميع اللي هيجيب سيرة نسمة مرة تانية هيحصلها، دي حكاية وانفضت خلاص. احنا بنتكلم عن طارنا عند البندرية، ما هو مش معقول نقبل ان بيتنا تبقى تحت التراب واللي غواها بيتجوز ويتنى، ده ما يضيش ربنا. شاهين مالكش صالح، البت بتي والطار طاري وانا اللي اقول، ما عايزش حد يتكلم في الموضوع ده. طب ونصبر على معايرة عيلة البندرية ليه؟ اكتم اكتم يا حمار يا غبي. يا اخوانا احنا عندنا اللي اهم دلوقتي. ايوه مناع ولدي ربنا يكرمه اشترى 200 فدان بره النجعه، هنزرعهم من خيرات ربنا، خضار وقمح وفاكهه وكل حاجه. 200 فدان؟ ايوه. صح الكلام ده يا كبير؟ ايوه يا ولدي، والارض والمحصول هنبقى شركاء فيه. وفي نفس الوقت مش ههملوا النجع البندرية، يتمكنوا منه ويتحكموا فيه لا، لكن كيف ما عمرنا النجع هنعمروا الأرض الجديدة ونعيش من خيرها في أمان وبعيد عن المخدرات. بقول يا رجالة، اللي مش معانا ملناش صالح بيه، واللي يده في يدنا يبقى على الحلوة والمرة مع بعض. احنا كلنا معاك يا كبيرنا. احنا عمرنا ما نخالفك يا عمي. يبقى على بركة الله، هنطلع الأرض الجديدة يا ناجي، ما
وعمل المكن والمواتير ما يجوا حنبني العشش اللي حنعيش فيها وربنا يكرمنا. دي سلالة نظيفة ومية مية مناع بيها. أمال فاكر إيه يا دكتور؟ فاكرني بلعب في بلاد بره إياك. لا والله. أهلا 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 يا باشا. لا مؤاخذة المكان مش قد المجام، أنا رأيي نروح على المكتبة وعلى الججال ننضف. مفيش داعي يا مناع. لما قالوا لي إن شحنة المواشي وصلت قلت أكيد هلاقيك بتستلمها هنا وبالمرة أجي أبارك لك. يا باشا ستك تطلبني في أي وقت وأنا أجيك لحد عندك. يا مناع أنت راجل نظيف ومفيش عليك أي شبهة، إحنا نجي لك ضيوف وبس. وتأكدت إنها شحنة مواشي فعلا؟ راجل عيب، أنا قلت لك يا مناع أنت ملفك سليم وتحرياتك سليمة والتقرير في مصلحتك. أنا جاي لك وسط خير في هدف نبيل. أؤمر يا باشا. أنت قدمت البت توفيق بيها؟ ده أنا متراقب. يا سيدي لا متراقب ولا حاجة، كل ما في الأمر إن الراجل بده يطمن بيسأل عنك. ظاهر يا بيه إن المعلومات السرية اللي حضرتك قلتها له ما عجبتوش، مع إنك وعدت إن تكون سرية، لكن ماشي عادي. اسمع يا مناع، لما سألت توفيق بيه عن موضوعكم لقيته لسه قلقان، فأنا من ناحيتي طمنته وقلت أجي أبشرك بالخبر السعيد دوت وبالمرة أضمن دعوة الفرح. انت تشرفني يا بيه، يمين بالله تكون اول المدعوين. الف مبروك يا عريس. اسيبك تشوف شغلك. يلا سلام عليكم. سلام ورحمه الله. على السلامه يا باشا. مبروك يا كبير. الله يبارك فيك يا عبادي. الله يبارك فيك. كان نفس اهل النجع كلهم يكونوا موجودين، لكن يلا عيلة حسان ما عادتش تهمنا. اهل النجع كلهم عارفين بالجوازه دي. همام يا همام، مهر عروستك يا ولدي عشان عمك عبادي يشهد عليه هو وناسه. وديه لمين يا بوي؟ وديه لعم المرحوم ولا لمرات عمي ام جميله؟ لي انا يا ولدي، انس مقام ابوها. مال انت كبير العيله وكبير النجع كله. هات يا همام. دياب وصل المهر ده لام العروسه جوا مع الحريم. حاضر يا كبير. مبارك يا همام، منورين يا رجاله. بكرة إن شاء الله ليلة الحنة، وبعد بكرة هتتزف العروسة من بيتها لحد بيتي. طبعا انتوا كلكم معزومين ولا ايه يا عبادي؟ مبروك يا كبير. مبروك يا كبير. مبروك. الحمد لله الحمد لله. ألف بركة يا كبير. المهر وصل الحمد لله. نقروا الفاتحة إن ربنا يهديهم ويرزقهم بالذرية الصالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقروا الفاتحة كمان على روح نسمة بنت حسان اللي اتقتلت ظلم بسببي، واشهدوا يا ناس انها بريئة وانا كمان بريء. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. ايه رايك عاد في الشياكه دي؟ حرام عليك يا مناع، امك عايشه بتتمنى اليوم اللي تجوزك فيه وتفرح بيك. عمك مغوري كل يوم بيجي لابوك وياكد عليه انه حجز لك فاطمه. هي غساله بالقسط حجزها. ياكش تكوني فاكراني مره عشان يتجوزوني على كيفهم. انت حر، بس لو اتجوزت على كيفك كده مفيش حد من العيله هيوقف في صفك. مش بعيد ابوك يتبرى منك ويقطعوك. عقلك في راسك تعرف خلاصك يا اخوي. ما انا ما كنتش ناوي اقول لهم على حاجه. طبعا هتقول لهم كيف؟ ما انت موتهم بالحياه يا بنت. افهمي، انا طول عمري عايش في سوهاج وحدي، لا لي ابو ولا عم ولا خال ولا ام، كيف يطلع لي اهلي من تحت قطيق الارض؟ شطاني ما تهتيش معاه.
انا ما عارفاش غير الاصول. اللي يتبرى من امه وابوه عمره ما يبكي على اخته. انا اكرمني اني اعود لابويا يقتلني ولا اني اعيش معاك هنا مدفونه بالحياه. هرجعك واطلع ابويا كذاب قدام اهل النجع. ماشي يا مناع، هرجع لوحدي واللي يسال ما يتهش. انت تهبلتي؟ اصبري لما تشوف حل في مشكلتك مع همام. والله خلاص هرجعك يوم الخميس وفرح همام ما حدش هياخد باله من عوده القتيله. طب عشان خاطري يا اخوي فكر في موضوع فاطمه. لو عرفت قد ايه البت دي بتحبك عمرك ما تهملها وتتجوز واحده من البندر. طب سيبيني في حالي دلوقتي. على كيفك يا مناع. خرب بيت مخك الزنخ، نكدت عليا الله يسامحك. عفارب عليك يا سناري، انا دلوقتي اطمنت بتنشم في الليل زي النهار. اطمن يا اخوي اطمن، والطلقه الجايه حتكون في قلب همام وسط الزفه. اوعى حد يشوفك يا ود ابوي ولا حتى من عيلتنا، احسن نروح كلنا في 60 داهيه. ما تخافش يا اخوي، انا عامل حسابي زين وحطخه واندس وسط عيلته ولا حد هيحس بيا. وبعديها تسيب سلاحك ده وتحط جاره العبايه دي. ايه دي؟ العبايه دي مش غريبه عليا، مش دي عبايه ناجي اخو حسان؟ كيف اتحصلت عليها انت؟ مالكش صالح، انا مدبر للحكايه دي زين، خصوصا بعد البندريه ما عرفوا ان ناجي قال ان ملزم بطار بنت اخوه من همام. حلو قوي 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 يا اخوي، وبكده البندريه تقوم على الحوايطه وتولع ونخلص من الاتنين في وقت واحد. باه 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 باه. قول لي يا سناري، من متى ابتديت تفهم؟ من امبارح العصر. ليه يا واد؟ قوم من على حجر امك، انت اتسخطت ولا ايه؟ بقى ما طول النهار مهدود حيله في الارض عمله. عارفك بدك ترجعيه نغه تاني مش كده؟ جري يا ناجي، لسه ورانا شغل كتير. الله ما تشدش على الواد احسن يطق. والله يا عمي ما حدش يشتغل في الارض دي قدي. تسلمي. وماله يا واد؟ خليك تقوى وتبقى راجل. اسكتوا، البندرية عيموتوا ونفسهم يعرفوا احنا ليه نزلنا من الجبل وبنشتغلوا في الارض دي. فاكريننا بنشتغلوا انفار عند صاحب الارض، ما يعرفوش ان هي ارضنا. بقول لك ايه، احنا ملناش كلام مع حد. ايوه، ولا انتوا حد تتكلموا حارمهم. القطيعه دي جت لمصلحتنا. اسمع يا كبير، فرح همام بكره ورجاله العيله كلهم متكادين ومستنيين ياخدوا بالطار. طار مين يا ناجي؟ احنا ملناش طار عند حد، وبنتنا شريفه وعفيفه والحمد لله. الناس ما يعرفوش كده. احنا ملناش دعوه بالناس، اذا كان على ولدهم فحسابي معاه بعدين وحقده، بس من غير قتل. مساء الخير. مساء الخير. اهلا 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 يا مراتي. اهلا استاذ نورهان. اهلا. ودي نور عيني ونور حياتي كلها. نور حياتك بس يا بيه، دي شمس وقمر في وقت واحد، ربنا يخليها لك. وطبعا ست الكل، اصل الحكايه كلها ايه ده؟ ازاي انا كنت ظلمك يا مناع بيه؟ لا ظلومه ولا حاجه استهانم، دي بنتك برضك، ومن حقك تخافي على الجوهر المصونه اللي عندك وما تديهاش غير للي يقدرها. وانا عايزكم تتاكدوا ان انا كد كلامي وان نورهان في عيني من جوه، وانا جاهز لكل طلباتكم. ها امروا. شوف يا مناع بيه، انا شخصيا كأم مش عايزه لبنتي غير السعاده وراحه البال. انا زي ما انت شايفه هانم وحداني، ومليش طموح في الدنيا غير ان اسعد شريكه حياتي اللي هتخلصني من الوحده ومن ايام العزوبيه. جاء عليك الدور يا نورهان تطلبي. انا راضيه باللي يرضى بيه ابوي وامي، وكفايه عليا اتجوز راجل احس معاه بالامان. انا بقى اللي يرضيني انكوا تيجوا تعيشوا معانا هنا، البيت واسع زي ما انت شايف، واحنا ملناش غيرها. مش معقول بعد ما كبرنا هتحرمنا منها. كانك نسيت يا ست الكل ان احنا صعايده،
والبدله والقميص لا بيغيروا تجاليدنا ولا بيقولوا لساننا. مراتي لازم تعيش في بيتي وتاكل من عرق جبيني، مش كده برضك يا توفيق بيه؟ عليها تقصد يا مناع بيه يعني انها؟ انا فاهم يا توفيق بيه ومجدل وكلامه على راسي من فوق، بس انا عندي فكره زينه وما تردوش عليا دلوقتي. ايه هي؟ خلي بيتكم الجميل ده للاجازات او اجلوه لاي حد، وشرفوني عندي في بيتي الجديد اللي هيكون قصري يليق بيكم وبالعروسه طبعا. احنا صعيده يا مناع بيه، وده عيب، دي فكره صعبه قوي، لكن عشان خاطر بيتنا ادينا فرصه نفكر. براحتكم خالص، وانا واثق ان احنا مش هنختلفوا بامر الله. وده لو كتوفيق بيه بعد اذن حضرتك واذن الهانم طبعا، عايزين نقدم الهدايا البسيطه دي للعروسه قبل ما نجروا الفاتحه. سنسلة الماس. كده يا امه عايزه تشعلينيها ليه؟ كفايه اللي هما فيه من ميتة كانوا عدونا. احنا حرينا بفرحنا يا ولد، ما دام حد جه من عيلة حسان يشاركونا فرحنا يبقى عدونا. مظبوط يا ولد ابوي، اضرب نار يا ولد، اللي هينقص رصاصه هياخد علبه رصاصه هديه من العريس. ضرب الطبل وركسوني، هرقص الولد اخوي وركسوا معاه. عليك يا ولدي كانها جنازتك مش جوازتك. يا ترى من قهرتك على بنت حسان ولا من خوفك على اللي ممكن يعملوه فيك اهلها؟ وليدك مالها متكدر كده يا بندار؟ خلي بالك من الولد يا جاب. هتقول لي يا ولد ابوي الله في سماء لو حد فكر يمسها بسوء تكون جات لهم ولدهم مناع. قالت لك مبروك، يلا بقى عشان تقدموا لحضرته العصير، شكله كده من النوع اللي بيجري فجأة. لو بيحبها هيبقى ومش هون عليه يمشي. لو فضلنا واقفين كده وسايبينه مع بابا لوحدهم اكيد هيمشي. تعالي يا دكتوره عشان اعرفك بيه، كلامه هيعجبك قوي. لا روحي انت الاول، انا هجيب هند وهنحصلكم. هروح لوحدي؟ لا اتكسف، تعالوا نروح مع بعض. خلاص بقى امسكي
نسيت اللي قلتهولك ولا ايه؟ طب انا راضيه ضميرك يا هند، لو انتي مكاني تقدري تمسكي نفسك؟ يا سلام، ما انا جوزي دكتور وزي القمر واحلى من مناع بتاعك كمان، لكن كنت ماسكه نفسي. انا متهيألي ان مفيش زي مناع ابدا. بنت ايه اللي جرالك؟ اتجننتي ولا ايه؟ اسفه يا ماما، نسيت نفسي. اتعشيتي؟ لا. اتعشيت عند نسايبك ولا تقعد تتعشى؟ والواد حصاوي عاود ولا لا؟ ما هو قال لك انه هيبيت هناك وهيعاود بعد ما يرجع اخته، والصبح هيكون عندك في المزرعه. انت وشك مقلوب ليه؟ كانك مش مبسوطه. وهي تفرق معاك في ايه يا اخوي؟ ما تقولش همي، اديني عايشه، عايشه كيف الميتين. يا حزن ابوي، لازمته يتنكد عليها وتحرق دمي. انا محروق عليك انت يا اخوي، الجوازه دي هتعمل لك فضيحه اكبر من فضيحتي مع همام. فضيحه؟ انا اعرف مصلحتي زين. لما ابوي طلع لي شهاده ميلاد كانه قسمني نصين، ولو كنت عشت تايه ذنبه مية عيالي يطلعوا تايهين. أنا من حق عايزة بقيت خلق الله أتجوز واحدة بنت ناس وخلف عيالي يطلعوا في النور. حقك يا أخوي، بس كمان تقدر تتجوز بنت عمك وتجيبها ليه كيف ما جبتني، وتبقى عملت خدمة لأهلك وناسك. يا نسمة طربت من كلمتي وقالت فتح على واحدة تناسبني، استقطرين علي أفرح ولا لازم نعيش بقية حياتي في هم وعذاب ومرار. هانت هانت يا أخوي، بس برضك تقدر تتجوز بنت عمك وتسيبها في الناجح، وترجع تتجوز البنت اللي انت رايدها، وانا كاني ما اعرفش حاجة، وتبقى رضيت ابوك وناسك ورضيت نفسك، ويبقى لي عيال في الظلمة وعيال في النور. المهم انك تقدر تعدل بينهم. اكرا عمرها ما جت في بالي. انا عملت اللي عليا يا اخوي ونصحتك وانت بخاطرك، بس اوعاك تشيلني ذنبك، وان كان عليا اعتبرني ميتة، لا شفت حاجة ولا سمعت حاجة. مين؟ أنا يا نور. اتفضل يا ماما. كده كسفتيني قدام هند؟ كنت خايف عليكي من الحسد، العين وحشة يا نور. طب ايه رأيك في العريس؟ اطمنتي له؟ بصراحة هو له هيبة كده وراسي في كلامه، انما ناحية اطمنت له؟ لا لسه، عايزك انت كمان كده تكوني راسية وتقيلة. غصب عني يا أمي، كنت فرحانة قوي، ما تعودتش أخبي. ينفع أكلم وأطمن عليه إنه روح وأعرف رأيه فينا إيه؟ تعرفي برضه رأيه فينا؟ كلمي يا اختي، بس وانا جنبك عشان تتلمي في كلامك. غريبة، كل ده لسه في الطريق. طب الموبايل؟ مش وقته ابدا يا نورهان، وادي التلفون كاني لسه ما رجعتش. مكفول، انا خايفه يكون جراله حاجه. ايه الفال الوحش ده؟ طولي بالك. انا عارفه بقى يا بنتي، احنا لسه اغرب عن بعضنا، ما نعرفش حاجه عن حياته، بيروح فين، بيجي منين. حاضر يا ماما، هحاول انام. تصبح على خير يا حبيبتي. تصبح على خير. طمني عليك.
زمانها طهجت. طمني عليك. ما قدرش اكسى عليك اكتر من كده يا نورهان. ايوه نورهان، انا قريت رسالتك اول ما حطيت الموبايل في الشاحن. اطمني، انا الحمد لله بخير. لا ما تقلقيش، انا ظروف شغلي صعبه، بسافر كتير واتحرك كتير. وانا ما تزعليش مني، ما تعودتش اعرف حد انا رايح فين ولا جاي منين. يعني عندك بكره مثلا عندي سفر واتفاق مع عملاء جداد كده فجأة. انا عايزك تتعود على المفاجآت لحد ما نتعود اديكي خبر. وعايز اقولك ان انا مهمل قوي في حكاية الموبايلات دي، اوقات كتير بنساها. يعني ما تاخدش على خاطرك مني وتفتكر ان انا مش عايز اكلمك ولا ارد عليكي. يلا روحي نامي، تصبح على خير. وانت من اهل الخير، مع السلامة. يا من هنا وجاي لازم اعمل حسابك انت كمان يا نورهان، والا الامور كلها هتتخربط. اتواصلوا الانفار دول بسرعه وتعودوا تاخدوا نقله ناس تانيه. والله الحكمه سناجي تشتغل في ارض على بعد 100 فدان. مالكش صالح باللي بنعمله، خليك في حالك. احنا متفقين على الحموله دي يوماتي ولا احنا في الخدمه ربع ساعه ممكن رجعنا ناخد الباب. هم يلا، احنا محتاجين عربيات تكون ملكنا يا كبير بدل حوجتنا للسواقين دول. والله من يعرف مناع هيشتري ايه ولا ايه. حكايه الارض دي هتكلفنا فلوس كتير. وعشان كده يا كبير قلت لك نزرع زرعه حشيش السنه دي. لا لا لا، انا عارف عقل مناع ولدي، وما دام نقل النقله دي يبقى عامل حساب. ما بينش، والا كان جاب لنا الجرارات والمواطير. مناع عارف ان عين الحكومه عليه، واي غلطه حتجيب الحكومه لحد عندنا. طب خد بالك يا كبير، عبادي وسناري جايين علينا هناك، هم نفسهم يعرفوا سرنا، غيظهم وما تريحهمش. مع خير يا كبير النجع. سايب النجع ورايح فين زي كل يوم؟ اطلعوا يلا وعودوا تاني، لسه عندنا انفار كتير. هتزرعها هتزرعوها حشيش برضك؟ انا قلت خلاص مش هنزرعوا الحشيش تاني، احنا خدنا ارض جنب بيار الميه. ان شاء الله هنزرعها من خيرات ربنا، وباذن الله لو عايزين تشتروا من محصولها احنا تحت امركم. ما دام اشتريتوا ارض جديده ابقوا ابيعوا لنا ارضكم اللي في النجع. لا يا سناري، مش هنفرطوا في شبر واحد من ارضنا. سناري قصده ان احنا ما نقدرش نشتري ارض زيكم من اهل البندر، لكن نقدر نشتري من بعضينا جوا النجع من غير لا ورق ولا عقودات. ايوه، ومناع يقدر يشتري من اي حد ويوسع عليكم. قلت ايه يا كبير النجع؟ انا وبنداري عرفنا من صاحب الارض اللي اشتريته منه ان ولدك ربنا يحميه اشترى 300 فدان حته واحده وسجلهم باسمه. طيب عندكم الارض دي كلها يرمح فيها الخيل، ومستخسرين فينا كم فدان جوا النجع؟ الله اكبر في عينيكم، احنا مش همنا لكم زراعه الحشيش، سيبونا في حالنا بقى. اسمع يا عبادي، قل لي بنداري اني قصرت الشر عنكم ومش ههملكم تطمعوا فيا اكتر من كده. انا اخترت طريق وانتوا اخترتوا زراعه المخدرات، يعني كل حي متعلق من عرجوبه. بس كلامك ده يا كبير ما فيهوش قصر شر، انتوا ممكن تغدروا بينا للحكومه. احنا بيوتنا كلها جار بعض، يعني لو وصل خبر للحكومه مش هتفرق بين بيوتنا وبيوت بنداري وبيوتكم. الهم طايلنا وطايلكم. خلاص يا كبير، الليله هقعد مع بنداري في الفرح واتفق معاه على حل. ما تنكش في النار يا عبادي. الحب حاجه ما جربتهاش قبل كده عشان احكم اذا كنت حبيته ولا لا. عارفه يا مناع، مناع هو الوحيد اللي صورته مش عايزه تطلع من دماغي. كل اللي تقدموا لي قبل كده كنت بفتكر ملامحهم بالعافيه، لكن مناع، مناع كل ملامحه محفوره قدام عيني. هو في حب بعد كده يا ست نورهان؟ حب من مرة واحدة شفته فيها تيجي ازاي؟ هو الحب كده بيجي مرة واحدة بصدق ويلغي العقل، لكن الواحدة مش لازم تلغي عقلها، وإلا هتفضل أسيرة لحبيبها طول العمر
ما تقدرش تقول له لا. بس اكيد بتكون سعيده هي وحظها، ممكن يكون حبيبها بيعيش نفس الاحساس وساعتها يبقى رضاها عنده بالدنيا، وممكن يكون حبيبها قليل الاصل ويستغل حبها ويستعبدها. كلميني بصراحه يا منال، بابا هو اللي طلب منك تتكلمي معايا في الموضوع ده؟ ليه بتقولي كده؟ انا من صاحبتك ومن حاجة اطمن عليكي زي ما بتطمني عليا. اصل حكايه الاصل والاصول هي اللي شغله دماغ بابا، مع ان البني ادم كله قدام يعني اصله باين من افعاله. مادام مش عامله حساب اي حاجه يبقى حبيتيه فعلا، ونصيحه مني ليكي، اكتمي الحب ده في قلبك وطلعيه بالقطاره، والا هيبيع ويشتري فيكي. ده اذا كان جليل الاصل، لكن انا متاكده انه ابن اصول ومتربي كمان. ولدي الحمد لله على السلامة يا ولدي، الله يسلمك. مناع ولدي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ابوي، اهلكت. ألف الحمد لله على السلامة يا مناع. الله يخليك يا عم. أنا كنت متأكد إن الأمانة هتوصلك. وصلت وصلت وكله تمام والحمد لله. قول لي يا ولدي، قتلت الخواجة ولا لا؟ أنا اللي قتلت الخواجة وخدت الطار عمي. بقى في حياتك يا ابوي. عمك ما ماتش يا ولدي، عمك بخير. عمي ما ماتش؟ ما ماتش طالما عمك ما ماتش. ما تقول لهم الحقيقة. ايه الحقيقة؟ الحقيقة ان انا قتلت الخواجة. مش مهم يا ولدي مين اللي قتله، المهم ان احنا خلصنا منه. تعال يا ولدي روح بيتك، يا امك متوحشاك بتدعي لك طول الوقت. على السلامة يا ريس مناع. الله يخليك. على السلامة يا ريس مناع. ازيك يا شوقي؟ على السلامة يا ريس مناع. مناع اللي عمله زي اللي عمله همام، الاثنين اخوات. قول لي همام، كيف قتلت الخواجة؟ شوف ابوي، انا اول ما شفت عمي اتصاب دماغي طقت، رحت شايل الرشاش بتاعي وجريت ورا الخواجه، لقيته خاف مني وركب عربيته وهرب. ولحقته؟ طبعا ركبت على الجمل وشبط فيه مناع، قال لي لازم اجي معاك. خليك يا مناع، قال لي لازم اجي معاك. قلت له تعال، خدت ورايا على الجمل ومشيت من طريق تاني لغايه ما بقيت بصاد الخواجه، وفتحت النار عليه لغايه ما خليته هو والعربيه بتاعته كتله نار مهوجه. الحمد لله على السلامة يا ولد. الله يسلمك يا ابوي. يا عنطر، يا عنطر زمانك انت. الله يسلمك. بعد اللي حصل من الخواجة وبعد الخيانة والغدر ما دخلوا قلوب أهل النجع، وبعد ما خسرنا ثلاثة من رجالتنا، أنا شايف إن زراعة الحشيش زي ما كسبتنا فلوس كتير، لكن زرعت بينا الحقد والغل. عشان كده والنيابة عن أهلي مش هنزرع حشيش تاني ولا نتعاملوا بيه. ولدك هو اللي ابتدى بالخيانة يا كبير، ولولا إن حط للخواجة حنة بدل الحشيش كان زماننا بعنا وربحنا. انت اللي بدأت بالخيانة لما اتفقت مع الخواجة وعشمك تبقى الرئيس. انا طول عمري رئيس، لكن انت اللي كبرناك وعملناك رئيس علينا اسلكتنا، وكنت بتتفق مع الخواجة على اتفاق قدامنا وفلوس تانية من ورانا. هو اللي عايز امر بيخبي دجنه، طب اهو اتفق معاك من ورايا
وما كانش يجرؤ يعمل كده الا لما لقاني عرفت انه بيبيع بضاعتنا بضعف ثمنها لتجار مصر. انا كنت عملت ايه يعني؟ انا طلبت الزياده قدامكم كلكم، ولو كنت حرامي صح كنت وافقت بالسعر اللي انت وافقت عليه. كان لازم نفهم من الاول، مش زي الاطرش في الزفه. شايفين الخواجه عمل ايه؟ زرع الشك جواكم عشان كده زي ما قلت مش هنزرع مخدرات تاني. وهتاكلوا منين يا حسان؟ نصيبنا من الارض هنزرع خضار لينا واكل البهايمنا، واذا الارض ما كفتش هنشتري ارض خارج النجع نزرعها، وان شاء الله الوكل يكفينا ونعيش في امان وراحه بال. احنا هنزرع ارضنا حشيش وافيون ومعانا عيله عبادي، ومحدش من عيلتكم يخط ارضنا، وكمان نقسم الفلوس اللي خدناها من خواجه. انا عددهم بيدي ناقصين 20,000 جنيه. وماله همام، نقسم كل حاجه بينا بس نفضل اخوات وحبايب وراينا واحد. وانا هعيش في البندق واشوف مستقبلي، واما توحشوني حاجه ازوركم زي الضيف. وتهملني يا صاحبي؟ هتفضل طول عمرك صاحبي يا همام، وطول عمرنا خوات. هتوحشنا يا اخويا، هتوحشنا يا اخويا، ربنا يحببكم ببعض. هي دي يا اخوانا المحبه والمروءه اللي لازم تكون بين اهل النجع كلهم مهما اختلفنا. سلم علي لما قابلني وسلم علي. الله عليك يا واد يا حصاوي، والله العظيم المفروض انك حصاوي. خير في ايه؟ في واحده هاني ما بتسال عن ما قلت لهاش ليه ان هو مسافر؟ وقال انت قاعد بره ايه؟ عياقه ولا عياقه؟ ابا يجرى لك ايه؟ انا جديد هنا ومعرفش حد، ودول اتنين هواني من نمائيه اخر حلاوه. يا راجل طب روح دخلهم على طول. وسلامة. الو انا حصاوي، مين معاي؟ اهلا اهلا، ازيك يا حاج سالم عامل ايه؟ لا والله ده الباشمهندس مناع مسافر برا وشحن المواشي والحمد لله، هو كلمني وقال لي ان هو ان شاء الله هيجي بعد يوم ولا يومين. حاضر ان شاء الله هبلغه ان انت حضرتك اتصلت. مع السلامة يا حاج سالم، مع السلامة. اللهم صل على النبي، يا ارض احفظي ما عليكي. انا بسال عن باشمهندس مناع. والله باشمهندس مناع في بلاد بره، بس هو الحمد لله شحن مواشي وان شاء الله هيجي قريب. هو حضرتك من الضرايب؟ لو من الضرايب تعالى اوديك ان شاء الله لمدير الحسابات، ولو انت من الصحه تعالى اوديك للدكتور البيطري. كل حاجه محلوله ان شاء الله وما يكونش عندك اي شغل. ترى هاي كده ليه متروك شويه؟ خد الكارت ده يبقى سلمه له لما يرجع، وبلغه اني منتظر مكالمته. حاضر استنى، مع سلامه الله. نورت وشرفتي. الله دي جميلة قوي وبين عليك مهمة والله. أما يجي بقى يا بختك. الفراش بتاعه مش شبهه خالص يا نورهان، عبيط ورغاض بس قلبه أبيض زي. أيوة يا أختي زي مناع. أه منك بس أنت وجعتي حتة وجعة نمائية. وإيه المزرعة دي كلها يا بوي؟ اخرسي أنت هتفضحينا ولا إيه؟ يلا بينا. انت صحيت؟ تعالي يا نسمة جاري هنا بنار الفرن. ها كل. والله كبرت يا بت. ايه الانسان اتعمو ولا انت يعني حاطه في راسك حاجه؟ انا؟ ما انت عارف عني كل حاجه يا مناع، انت الوحيد اللي بعرف اتكلم معاه في البيت ده. انا بس كنت مستنيه الفرصه يعني علشان اعرف اتكلم معاك. اديني قدامك اهو، ولو اني عينيك يعني ما تطمنش. بصراحه كده انا عايز اكلمك عن فاطمه. يا بوي انت كمان؟ ايه مالكم السيره غير فاطمه؟ انا غير الكل يا مناع. البت فاطمه طول عمرها زي اختي، بعدين البت طيبه وحنينه وزينه واي ملاك، يعني ملكه بجناحين نازل من السما زي ما تقول كده. بس الاهم من ده كله ان مناع حاجه كبيره قوي عندها. ده انا لو نطقت اسمك قدامها بس البت وشها هيروح ميت لون، وايديها تبقى زي التلج، وروحها تلف. خلاص خلاص ناقص تقولي لي هتبني لك معبد فرعوني. يا ريت يا اخوي. اسمع كلام اختك، البت فاطمه بتحبك، ولو لفت الدنيا كلها
مش هتلاقي حد يحبك زي فاطمة بنت مغاوري. اتفرج بيه الارض عافيه ايه ومش محتاجه غير الانفار، وبعد كده ترمي محصول ياما. امال مالك هاملها ليه؟ دي شكلها ما بتجيبش معاك ايراد. ايه ليه؟ غصب عني، اصلا مش فاضلها. ليه؟ دي ارض بعيده واخر الطريق، والانفار ما ترضاش تاجي تشتغل فيها، وتكلفنا طقطقين، يعني هتبقى مخسره معانا. خلاص يا عمي انجازف ونشتريها، وبعدين نشوف كيف نصلحها، والله المستعان. خلاص يا سيدي، خدنا ال 200 فدان بتوعك. لا دول 300 فدان وزياده يا مناع بيه، وانا معايا كل الاوراق المطلوبه مظبوطه ومتسجله. يبقى نروح للمحامي تقبض فلوسك فوري وتتنازل، وبالمره نسجل العقود. يلا توكل على الله. على بركه الله، حسبقك انا على العربيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. يا ارض زينه يا ولدي، ربنا يدينا من خيرها ان شاء الله. ايه رايك يا ابوي؟ كده بقيت الارض من الطريق لحد النجع كلها ملكنا، نزرع فيها اللي احنا عايزينه، نربوا مواشي ونعمل كل حاجه. وفوت ارض النجع البندريه يزرعوا فيها مخدرات؟ والله ما يكون، لو حتى هنزرعها تجير. صدقوني زراعه الحشيش بتكلف كتير، وديتها زرعتين ولا ثلاثه والبندريه يخسروا الجلد والسقط ويجوا يشتغلوا عندنا انفار. على بركه الله يا ولدي، عمك ما يفهمش كيف ما نفهمك. يلا توكل على الله. اروح اصر الراجل. ربنا معاك يا ولدي، ربنا معاك. ايه مش فاهم ولدي؟ لو كان معايا بطاقه زي اخوك مناع كنت خدتك من يدك وهربت بيك على البندر وتجوزتك هناك، لكن هنا كبارات هم اللي بيتجوزونا. قولي لي يا نسمة، كان في قد ايه وما عملتوش؟ نسمة يعني انت راجل ما فيش في يدك حل والحل عندنا؟ يا حبيبتي يا حبيبتي، يا عم دياب منه لله هو اللي عقدها، اعمل ايه؟ عمك ما يقدرش يمشي كلمته على ابوك. كيف الحال مع ابويا وعم ناجي؟ عندكم غير عندنا، عندكم الكبير كبير العقل، لكن عندنا كبير كبير البطن. يعني ابوك ملوش كلمه؟ ابوي ابوي بمليون حاله يا نسمه، قبل ما ياخد الافيون بحاله، وبعد ما ياخد الافيون بألف حاله، واللي يقبله في الحاله الاولى يرفضه في الحاله الثانيه. ما انت زي ابوك يا همام، من غير افيون مالكش كلمه. ليه يا نسمه؟ وانا من متى رجعت في كلمتي؟ وانت من متى بتنفذ كلمتك معايا؟ بحبك يا نسمه؟ هتجوزك يا نسمه؟ هحارب الدنيا كلها علشانك يا نسمة؟ وفي الآخر إيه؟ أنا في يدي. ده لو كان مناع أخوي قال كلمة كان لازم ينفذها. لو قال لزين من الناس هحارب الدنيا علشانك كان نفذها صح. أنا حارب الدنيا كلها، لكن حارب عيلتي؟ حارب عيلتي كيف يا نسمة؟ كيف؟ طيب يا همام، من هنا لحد ما تقدر تنفذ كلمتك أنت مش هتشوفني تاني. نسمة نسمة نسمة، استني يا نسمة، أنا بحبك يا نسمة. يا نسمة استني، تعالي يا نسمة، وقفي واسمعيني، وقفي واسمعيني. بعد عني يا همام، ما عايزاش فضايح، الصوت بيصري في الخلا. يبقى وقفي واسمعيني. عايز تقول لي ايه؟ هتقول لي ايه غير انك بتحبني؟ عايز اقول لك، عايز اقول لك اني بحبك، بحبك يا نسمة ورايدك، وعايز اتجوزك. لو خرمتيني من مقابلتك الدنيا كلها هتغشلك في عيني، ويمكن اموت يا نسمة، اموت. وانا قاعدة في بيت ابويا يا همام، وهو وافق على أول عريس يخبط على باب بيتنا. لو أبويا وافق عليه، لو حبيت تيجي أهلا وسهلا، حبيت تسمع كلام عمك أنت حر. خلاص غشلة جت وقفلت. يا مرارك يا همام، يا مرارك يا همام. سمعتم اللي أنا سمعته ولا أنا هنحلم؟ معقولة دي بنت كابلنا عشقة همام ولد بنداري؟ والله لا افضحك يا وجيدة في بيتك، كيف ما كنتي هتفضحيني؟ عيب يا بهية، وتشمتي فينا العادي؟ عيب. أمال استورها؟ هو بعد الفضيحة دي حد من العيلة يرضى يجوزها حد من عياله؟ ولا يرضي ربنا أننا نسكت على اللي شفناه وسمعناه؟ أنا هروح لأمها هقول لها على كل حاجة سمعتها، وهقول لكل الخلق.
ولازم افضحها زي ما فضحتنا زمان. يا مري، نسيت تجيب البطاطس والطماطم لأمي، هرجع تاني. راح فين يا نسمة؟ نسيتي حاجة حد الأرض راح تجيبيها؟ راح أجيب شوية بطاطس وطماطم لأمي، ينوبك سوا بتيجي معايا؟ لا روح أنتي، أنا ورايا مصلحة للعيلة رايحة أقضيها. يا بنت الكبير اللي مشرفنا. قصدها هادي، عرفت منين إني كنت حد الأرض؟ لاحظني؟ تكون شافتني مع همام؟ همي اللي في يدك يا سعدية، قومي هاتي شوية وجيد نحمي الفرن. حضرة ست وجيد. ونادمة على عديلة، خليها تاجي تساعدنا، عاوزين نخلص الوكل قبل ما يعاول سيدك حسان وسيدك ناجي. ست عديلة اهي. تغرتي رحت فين يا بت؟ انت مش قلت هتعمل سرة البطاطس لجوزك؟ ايوه قلت، بس هعملها بايه؟ بالباذنجان؟ تتكلم عادل يا عديلة، في ايه؟ اسألي بنتك نسمة لما تعاود، وشوفيها ايه اللي اخرها لحد دلوك. راحت تجيب شوية بطاطس وشوية طماطم من أذان الظهر. ليه؟ بتجيبهم من البندر ولا بتزرعهم من جديد؟ أسأليها كانت بتصرمح فين؟ شو كسر خشمك؟ هي بنت بتاع الصرمحة؟ وديني اللي أنا جاي لجوزك ربيكي. ربي بنتك الأول. أنا سمعت عليها كلام يفور الدم هي وعمام البنداري. كلام إيه دي يا عديلة؟ البنت اللي تجيب لأهلها العار ملهاش غير الموت. هقوم اشوفها غارت فين. خلي بالك بهي قاعده بره ومجمعه الحريم حواليها ومستنيه تشوفها تعمل ايه، وما نسيتش اللي عملتيه فيها زمان. اهدي، راح على وين يا ست وجيده؟ وسع من وشي يا زرزور. كيف اوسع وانت واخده في وشي كان قتل القتيل؟ لسه ما اتقتلش لكن هيتقتل. هيتقتل ست وجيده؟ كنت فين يا بنت؟ ترى ايه يما؟ كنت بجمع البطاطس والطماطم من الغيط، شوفيها بطينها اهي. وبتجمعي فطار نص يوم؟ اصلا يا يما انت لما... ايه؟ اللي صابك يا بنت الكبير؟ ما احنا شفنا كل حاجه. قطعي لساني اللي جبت سيرتي. اياكي تنكري، انا شفتك بعيني مع همام وسمعت حدتكم جوداني وكل الناس دول شافوكي. ما تصدقي يا يما، ده كان بيسالني عن اخوي مناع. والله يا بنت كدابه فظ وشك. شوفوا البجاحه يا اولاد. بجاحه في عينك يا بهي. يا فجره بجاحه في عينك. يا فجره انا بنت حسن الكبير واخت مناع، محدش يقدر يمس كلمه. بعدي يا فجره بعيني. يلا يا بنت بتتجمعي على البيت. يلا لما ياجي ابوكي وعمك هم اللي هيتجمعوا معاكي. عشقاه عشقاه يا ناس عشقاه، كلكم شفتوا صح؟ ايوه شفتوا كلكم شفتوا الخاطيه. يا فجره يا فجره. نورهان انت نايمة؟ آسف باين اتكلمت في وقت مش مناسب. ابدا، حبيت بس ابص على اسمك على الموبايل شوي. ليه؟ حبيت استمتع بانك بتطلبني بعدين انا اطلبك. وايه الفرق؟ ما هو برج العذراء كده، يحب دايما المبادرة تبقى في ايده، ما يحبش الاحداث توديه وتجيبه. انا مش عارف ليه مستحمل منك الكلام ده، أصلي مش متعود إن مرة قصدي ست يعني أسمع منها كلام زيك ده. الحمد لله على السلامة يا باشمهندس، السفرية طولت قوي. الله يسلمك. وهان وأنا ممكن أقول لك على حاجة؟ اتكلم يا باشمهندس. وحشتيني. نورهان نورهان أنسة نورهان، أنت معايا؟ مش هسيبك. الخط انقطع. ألو، يظهر إن في مشاكل في الخط يا باشمهندس. حضرتك كنت بتقول إيه؟ ما بقولش حاجة. المهم السفرية كانت كويسة والشغل ماشي كويس؟ الحمد لله كله تمام. وانا ممكن اقابل ابوك؟ طبعا، ما موجود في البنك كل يوم. لا في البيت. خير، قصدي يتشرف في اي وقت، بس اديني فرصه اساله وبعدين ارد على حضرتك. ماشي، بس ما تطوليش عليا.
لا على طول. مبسوطة قوي لمكالمة حضرتك وعلى فكرة أنا عديت على حضرتك في المزرعة، كان في شوية مشاكل كده في الحسابات يعني مفهوم مفهوم. تصبح على خير. مع السلامة. انت عارف اني بخاف منك، وصلت نفسي خوف منك، ده كان عليا شهور ولا حراس. يا رب يا رب انا حبيت همام وهو حبني ورادني في الحلال، هم اللي حرمونا وعقدوا الجواز على شرعك وحلال. يا رب انا ضعيفة ضعيفة، انا مش طمعنا نرفع عدلك وحلقك. يا رب يا كريم يا رب. بتموحي على ايه؟ ما خلاص يا بنت بطني، البينة بانت والعار اتحط على راس ابوكي، وهنتعايروا بيك العمر كله. حرام عليكم يابا، والله العظيم شريفه، والله العظيم شريفه، ما تجيش انت والزمن عليا. وفين الشرف يا بنت في اللي انت عملتيه؟ وانت برمكتي شرفنا في حضن ابن البنداري. والله العظيم حرام، ده ظلم يابا ظلم. حرمت عليك عشتك. خلاص خليكي مرميه هنا، ولو كان ليك عمر وطلع عليك النهار مش هتلاقي غير ليل القبر اللي ملوش اخر، وادعي ربنا انه ما يطلع عليك النهار. لا يما يما كده انا مش بنتكم. مش حرام عليك انت تعيشينا طول العمر مذلولين، وتخلى ابوكي كبير النج عيطاتي راسها؟ منك لله يا بعيده، ملعون البطن اللي شالتك. يا رب يا رب يا رب. مجنون انت ولا عقلك راح؟ كيف تقول على روحك انك انت اللي قابلتها في الطريق وقفت تتحدث معاها؟ ما هي دي الحقيقة يا بوي، نسمة ملهاش ذنب، وانا لو ما اعترفتش على روحي هيقتلوها. يا ولد اخوي، ما انت لو اعترفت على روحك هيقتلوك انت. بقولكم ايه، تعالوا تحدثوا جوا عشان نسور ما يسمعوناش. هيشيلوك العيب يا ولدي، ويقول عليك قليل الحياة، وحتوقع العيلتين ببعضيهم. يا بوي انا اهون علي اقتل ولا اني اوسخ توبها نظيف واقول انها جاتني برجليها؟ ما دام هي دي الحقيقه ما تقولهاش ليه، ونفوتهم نفوتهم يربوا بنتهم كيف ما هم عايزين. هيقتلوها هيقتلوها يا بوي، نسمة ما تستحقش القتل. يا بوي انا بصراحه انا بصراحه بحبها، بحبها من واحنا صغيرين. ايوه 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 ايوه، أيوة. عشان كده كنت بتحرضني في المجلس ان اطلبها لك وتقول لي اني بورط ابوها، اتريك بتورطنا انا. وفيها ايه يا عمي؟ فيها ايه لما تجوزوها لي؟ بعد اللي حصل ده مش ممكن تتجوزها. حسان لو وافق يتجوزها لك يبقى بيعترف على بنته انها خاطيه، ودي حلها القتل مش الجواز. يعني كده كده لازم يقتلوها، ولما يقتلوها مش هيدوروا على اللي غواها عشان يقتلوه؟ يبقى اكرم لي ان انا موت وانا فايت سمعتها نظيفه. انا هروح لحسان اقول له البت اللي مطصون الشرف هتستاهل اللي اجرالها، والراجل معلش يلوم. لا يا عمي لا يا عمي، كده يقتلوها. احب على قدك يا عمي، احب على قدك، بلاش. وقف يا دياب وقف، كلامك دي مش هيحل المشكله، مش هيحل المشكلة. أنا لقيت الحل،
اللي رايح الكل. أنا هروح لهم بنفسي وأعزمهم على فرح حمام. فرح مين؟ الأسبوع ده هجوزك جميلة بنت عمك سعدون. والحياة بقى من الميت. أنا كبير العيلة وشفت كده. بنت سعدون الله يرحمه ما فيهوش راجل، وبته ومرته محتاجين راجل وسطيهم بس بالحلال يوفر لهم الجود والأمان. عشان كده هجوزك جميلة وفك الحداد. يا سلام يا ولد أبوي على مخك الكبير. بكده عاد هم ملهمش عين يتهمونا ونبقى نفينا الحديث الماسخ ده عنك. بقول لك إيه، إذا سألوك يعني عن وقفتك معاها في الغيب قل لهم كنت بسألها على أخوها مناع إذا كان موجود ولا لا. ليه؟ ليه؟ عشان أعزمه على فرحي ويتفضل مشكل. يا بوي بالبساطة دي ماشي عشان سمعتها أنا هوافق، بس بشرط تتأجل دخلتي لغاية ما اطمن على نسمه مشان اتجوز وهي تتقتل. معناته هي الكلام ده يا بن داري. معناته واضح لكل اللي يفهم في الناجي. فيش حاجة وحشة بين ولدي وبنتك لا سمح الله. لا دي كلام حريم وكيد نسى. وحضورك فرح ولدي هيقطع كل لسان. ده ايه الحديث الماسخ ده؟ فوق يا بن داري فوق. يعني ولدك يشغل بيتنا ويسوق سمعتها وعايزنا بعد كده نطرمخ على الموضوع؟ لا والاكاده جاي بكل بجاحة عايزنا نحضر جوازته. ده ده بطل الحمقه دي يا ناجي. بلاها بلاش. انا زي ما قلت عيلين صغيرين متربيين مع بعضيهم وبتحدتوا مع بعضيهم ما فيش سؤنية لا سمح الله. انا لما شفت نسمة في الارض قلت اسألها على مناع صفر ولا لسه. كنت عايز امسك فيه يحضر فرحي. ما هو صاحبي انتوا كلكم عارفين. وبعدين موضوع جواز همام من جميلة ده موضوع قديم ومعروف قبل الكلام العفش ده ما يتقال. احنا حدانا ولا يا حسان ولا قاعدين من غير راجل. بنت ود عمي سعدون الله يرحمه الله يرحمه عشان كده انا بدرت بجوازه من جميله. ويرضي ربنا ان ولادكم يتجوز الايام دي والدنيا مولعه. الكلام على بنتي على كل لسان. اللي كلام عن بنتك بالباطل احنا نجيبهم وسط النجم ونقطع لسانهم ونفض السيره دي. لا يا بن داري، نقطع لسانهم بقعدة عرب ونجيبهم يشهدوا باللي شافوه واللي سمعوه، والحكم اللي حيطلع يتنفذ حتى لو كان بقتل بنتي وولدك. لا لا يا حسان، المحكمة دي ما تلزمنيش. أنا ما ضيعش دم ولدي قصاد دم بنتك. مش ولادكم اللي طلعت منه العيبة وتعدى الأصول.